دكتور علي، يعني ماذا عن الحديث حول، لو صح التعبير، اتفاق ما أو دراسة ما يفكر فيها الكيان الصهيوني المحتل بأنه يضمنون خروج السنوار حياً آمناً مقابل خروج كافة المحتجزين؟ نعم، يعني أنا بتقديري أولاً علينا أن نسأل عن المعطيات عن الأرض في قطاع غزة، علينا أن نسأل عن المعطيات في الميدان، ثم نتحدث أيضاً على رأي العام الإسرائيلي بقضيتين. أولاً كفاية أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي من الجنود والضباط، والنقطة الثانية استمرار لتطالب في عام الآن هناك يتشكل رأي عام جديد في إسرائيل، ولأول مرة منذ الحرب يعني على 80 يوم أن هذه المرة يتشكل رأي عام يطالب نتنياهو بالاستقالة، حتى أن أعضاء حزب الليكود يطالبوا نتنياهو بالاستقالة. ولكن عودة إلى سؤالك الكريم، هل فعلا هناك مبادرة يتم من خلالها خروج قيادة حماس من غزة بشكل آمن مقابل وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المسجون في غزه لدى المقاومه؟ انا بتقديري اولا علينا ان نسال اين المقاومه؟ اين هي المقاومه؟ هل هي موجوده في دوله عربيه؟ هل هي موجوده في دوله اوروبيه؟ هل هي موجوده في الصين؟ المقاومه موجوده على ارض فلسطين. وبالتالي عمليه طرح مثل هذا الراي لا يمكن ان توافق عليها المقاومه لسبب بسيط، حتى وان كانت هناك مقارنه بحرب 82 بخروج القائد الراحل ياسر عرفات، لكن عرفات كان في بيروت، ما كانش موجود في حيفا وعكا وغزة. الآن السنوار والمقاومة موجودة في غزة، موجودة على أرض فلسطين. هذه ناحية. الناحية الثانية، هذه المقاومة أخذت على عاتقها نقطة مهمة جدا، وهي إما الشهادة وإما النصر. يعني مستحيل أمام الجماهير وأمام الشعب الفلسطيني وأمام الشعوب العربية والإسلامية، مستحيل أن تقوم قيادة حماس والمقاومة برفع الرايات البيضاء. يا جماعة، أنتم اللي حصل في 7 أكتوبر ده عمل كبير جدا. اللي حصل في 7 اكتوبر يوازي اللي حصل في 7 اكتوبر، اكثر برامج اسرائيل كلها في منطقه الشرق الاوسط. وبالتالي اسرائيل عندما شعرت بان 7 اكتوبر اضاع الهيئه الامنيه والعسكريه لاسرائيل، دمر اسطوره الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر. 7 اكتوبر هو نقطه تحول في تاريخ اسرائيل وفي تاريخ الشرق الاوسط.